مرحبا بكم في عالم حواء. تعد أول مذيعة في التلفزيون الجزائري بعد الاستقلال، تألقت في شاشة الأبيض والأسود وكذا في تلفزيون الألوان، لقبت بعامدة المذيعين ونجمة الشاشة الجزائرية. تابعوا معنا عدد اليوم باش نتعرفوا على هذه الشخصية المميزة. هي أمينة بالوزداد، اسمها الحقيقي ربيعة علي شريف. ولدت في عام 1931 في عائلة بسيطة بأحد أحياء بالوزداد بالجزائر العاصمة. باباها الطاهر علي شريف اللي كان محامي، ووالدتها مغنية عابد. زوجت أمينة عام 1947 من زين الدين بالوزداد وأنجبت منه 3 أبناء. قبل الثورة الجزائرية كان من المتوقع أن تؤدي أمينة واجبتها كزوجة وأم على حساب التقاليد والعادات الجزائرية، إلا أنها كرست نفسها في بداية الثورة الجزائرية لدعم زوجات النشطاء المسجونين من خلال تنظيم جمع التبرعات. في عام 1958 أصبحت مذيعة تتحدث اللغتين العربية والفرنسية بطلاقة، بعد ما تقدمت لعرض توظيف في قناة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية في الجزائر اللي كانت تبحث عن مقدم برامج تلفزيونية، وتم تعيينها لهذا المنصب. واستخدمت أيضا اسم أمينة باش تسهل على المستمعين أنه يتعرفوا عليها. عاشت أمينة بالوزداد لحظات ما تتنساش في حياتها، وين كان لها شرف الإعلان على الهواء على الخبر التاريخي اللي هو استرجاع السيادة على الإذاعة التلفزيون الجزائريين، وهذا بعد ما انسحب الصحفيين والتقنيين الفرنسيين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم 28 أكتوبر عام 1962. يومها قالت أمينة جملتها الشهيرة: هنا إذاعة وتلفزيون الجزائر المستقلة، معلنة بذلك عن تأميم الحكومة الجزائرية للمؤسستين الرسميين في إطار استكمال السيادة الوطنية. وأثبتت أنها قادرة على التواصل مع المشاهد الجزائري بلغة عربية ورفضت التقديم بلغة المستعمر الفرنسي. حظات هذه الشخصية اللي وضعت بصمتها في الإعلام الجزائري بالعديد من الألقاب مثل سيدة الشاشة الصغيرة وعميدة المذيعات الجزائريات، وكانت تتمتع بثقافة عامة ممتازة اللي اكتسبتها على مدار مسيرتها المهنية. اشتهرت هذه المذيعة في الستينيات والسبعينيات بتقديم مختلف البرامج والأفلام في عهد البث بالأبيض والأسود، وإن كانت البرامج التلفزيونية آنذاك تنطلق بعد العصر وتستمر لغاية منتصف الليل. أطارت أمينة بالوزداد أجيال من المذيعين والصحفيين عن طريق منحهم أسرار الوقوف أمام الكاميرا والإبداع باحترافية كبيرة لكل ما يقدمونه للمشاهدين داخل وخارج الوطن. واصلت أمينة بالوزداد حياتها المهنية كمقدمة برامج تلفزيونية حتى تقاعدها عام 1982، ومع ذلك استمرت شعبيتها في كونها مرجعية في الأمور الثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالشعب والموسيقى الأندلسية اللي كانت شديدة الشغف بها. بعد مسيرة طويلة من العمل الإعلامي كللت بالشهرة وعديد التكريمات عن مختلف مجمل أعمالها، رحلت أمينة بالوزداد إثر جلطة دماغية عن عمر ناهز 83 سنة في 29 أكتوبر 2015، الله يرحمها. إذا مشاهدينا ما تنسوش تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحاتنا الرسمية اللي تظهر أسفل الشاشة. شكرا لكم، السلام عليكم.